الحمد لله كانت مقابلة صعيبة، عارف معناها قدام جمعية كبيرة كونتر سي اس اس. الحمد لله عملنا نتمدوا ماتش كبير برشا، خلقنا أربعة ولا خمسة فرص ما سجلناش، دزامي طون حابين نماركي وماركيت سي اس اس، لكن ما يسناش همنا برواحنا، عطينا الكل في الكل، ماركينا الأول ماركينا الثاني، الحمد لله تروا بوان مهمين برشا. برافو للولاد الكل يعطيهم صحة، برافو للجمهور اللي وقف معنا معناها لآخر دقيقة، وهذيك هذاك الميساج ديما نحب نقولوا له معناها. ما تشراو في يدوم معناها 95 دقيقة بالوقت الضايع، دونك نقعدوا لآخر دقيقة نشجعوا، الحمد لله هكريت اليوم وقف معنا الناس الكل، الحمد لله ماركينا، وديما قلت لك تروا بوان مهمين برشا باش صحيح معناها توا في ماتش سي اس اس توا نخمو في مقابل الدربي من بعد بنهارين، ما عندناش برشا وقت باش نحضروا فيهم، لكن محاضرين وان شاء الله ربي يوفقنا وديما ما خير ان شاء الله، قلت ربي ان شاء الله ديما ما خير. الحمد لله حكينا برشا قبل الماتش، خاطر احنا مستنسين نعملوا ديما العكس، نعملوا نتمد ماتش معناها خايب، اليوم حابين نعملوا نتمد ماتش باهي باش ندخلوا روحنا في الماتش، وذاك اللي صار خساره ما ماركيناش، جاونا اربع ولا خمس فرص في نص ساعه ولا ما ماركيناهمش، لكن الحمد لله منا برواحنا قلنا بونتو معناها في اول الشوط الثاني، لكن منا برواحنا حاطين الكل في الكل، ما يسنيش جمهور داز معنا وقف معنا، ماركينا الاول ماركينا الثاني في وقت قصير برشا في وقت قاطر، الحمد لله هذيك الاهم همنا هذا كل تروا بوانت. هاويك عندنا تو مباراه لاسبيرونس ديربي من بعد نهارين، لازمنا نعرف كيفاش نحضروا، لازم ريكوبيريو خاطر ما عندناش برشا وقت، ان شاء الله معناها نشوفوا نادي فريقي جديد وان شاء الله ربي يوفقنا المقابلات الجايه ان شاء الله. سي نورمال فرحه كبيره تكون خاسر واحد بليش وفي ظرف معناها درج ولا درجين تعدل وتمركز ثاني وكونتر شكون معناها كونتر اكيب كبيره ومحترمه كونتر سي اس اس، سي نورمال باش تكون فرحه كبيره. كما قلت لك من الاول تاعنا معناها عازمين باش نروحوا بالثرو بوان تاعنا، الحمد لله هذاك اللي صار، ان شاء الله نكملوا هكاكا، وحب نشكر ماتيو برافو ان شاء الله معناها مازال ان شاء الله الناس الكل معناها نقف مع الجمهور والجوهرات خاطر مازال يعطي جوهر كبير برشا، ان شاء الله معناها كما يريتوا اليوم مركز ان شاء الله مازال باش يمركي، وان شاء الله الولاد الكل معناها نكونوا في المستوى وان شاء الله ربي يوفقنا في القادم المقابلات ان شاء الله.